لا هاي ما مستوي الفاصوليا. هلو يا قلبي، انتو كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير. وانتو عم تشوفوا هذا الفيديو، انا جنى، واليوم رجعت لكم فيديو من الفيديوهات اللي انتو دايما بتحبوها. مثل ما قرأتوا بعنوان الفيديو، اليوم رح نجرب مأكولات من السوبر ماركت بتكون جاهزة. انا ليش قررت اني اسوي هذا الفيديو؟ لانه يعني اكيد نحن ما فينا نقارن اكل البيت باكل برا، بس كتير عالم بتاكل من برا وبتحكي انه الاكل كتير 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 زاكي، ومرات بكون اسكى من البيت، بتعرفوا؟ مع انه هدول المعلبات صار لهم سنين او شهور معلبين، بس رغم هيك الاكل اللي موجود فيهن لساته زاكي. فانا هذا الشيء ما عم بفوت على راسي حرفيا، فلهيك قررت اني اجرب معكم، اعطي رايي ونقيم المأكولات مع بعض. سو هيك يا قلبي، انتوا اذا حبيتوا هاي الفكره وحابين تشاهدوا الفيديو الاخير، لا تنسوا تعملوا اهم شيء، واللي هو انه تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله بالوقت اللي بنزله فيه. ويلا بينا نبدل الفيديو. سو اسمعوا، انا جبت كتير اشياء، يعني مثلا جبت هون ورق عنب او ورق عريش محشي رز، يلي بيقولوا له يلانجي او ما بعرف شو بتقولوا له، بس لقيت له اسمين، ورق عريش وورق عنب محشي رز. بالعاده بيكون مع خضره وهيك، بس هذا كان رز عادي بس. وجبت هون كمان ملفوف كمان محشي رز، يعني هون بس ملفوف محشي رز، وهون ورق عنب محشي رز. وكمان جبت تنتين تانيين، بس التنتين التانيين خليتهم يتسخنوا، لانه حرفيا النوعين التانيين ما بتاكلوا باردين، فانا حسيت اني لازم اسخنهم. فهذا النوع رح اكله بارد، والنوع التاني كمان رح اكله بارد، بس النوعين التانيين رح اورجيكم اياهم قبل ما ناكلهم. بعرف انه انتم هلا كثير تحمستوا تعرفوا شو هن النوعين التانيين، بس استنوا خلينا نقوم نجيبهم مع بعض. اوكي، شوفوا في اشياء انا بقدر اكلها باردة، بس في اشياء كمان انا مستحيل اقدر احطها بتمي اذا كانت بارده. اول شيء فتحته معكم هو كان الملفوف، والصراحه انصدمت من المنظر يلي شفته اول ما فتحته. شوفوا، شايفين هذا الشيء الابيض؟ اكيد شايفينه، هذا الابيض اللزج كتير 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 زعجني، ما كنت عارفاني شو هو، بس المهم تركت الموضوع. بعدها جبت ورق العنب يلي كلياتنا بنحبه وكلياتنا بنعرفه للاكل، وبلشت كمان افتح. صراحه ورق العنب كان شكله كتير 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 زاكي وظابط، بس كمان كان في عليه شويه بياض. فهدول الاثنين، الفاصوله الخضراء والفاصوله البيضاء، انا سخنتهم، كنت حطيتهم بمي سخنه، ومنيح اني سخنتهم صراحه، لانه ما بقدر اكلهم ابدا زي ما حكيت لكم باردين. هاي كانت عندنا الفاصوله البيضاء يلي بتيجي هيك شوي عريضه، وهي اسمعوا شكلها، شوفوا شكلها قديش كان زاكي هلا هيك لما تنحط بالزبديه، يا مي صراحه. هلا خلينا نروح ونجربهم مع بعض عشان نشوف. هلا نحن سخنا الاكل، حطيناه بالزبادي والصحون وجبناه، رح نجربه مع بعض. بس انا ما عم بقدر استوعب حبايبي شو هذا الشيء اللي كان على الملفوف، انه كان مبين شكله زي الدهن، وانا بكره شيء اسمه دهني، يعني انه لما هيك ما دهني هو مستحيل، لانه انه شو جاب الدهني على الملفوف. بس انتو شفتوا كيف كان هيك ابيض حرفيا؟ لا ابدا، كثير انا توسوست منه. بس خلينا هلا نبدأ بالاشياء اللي انا شامي ريحته وحسيتها كثير رح تكون زاكي، واللي هي رح تكون اول شيء رح اجرب معكم الفاصوله البيضه، لانه عن جد شكلها كان كثير 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 حلو وما زال حلو. ساخنه كانت كثير، حرقت لي اصابع الا شوي. على فكره هي من اكثر الاكلات اللي انا بحب اكلها بالبيت طيب، فهلا ان شاء الله ما اغير رايي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا ريحتها، فيها شبت، انا عم بشوف شبت، يعني احنا ما نحط الا شبت، وصوص بندوره عادي، بس ما فيه قطع، ما فيه غير فاصوليا. ريحتها كتير 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 بصل، which is انا كتير بحب البصل. فخلينا نقول بسم الله. او ماي جاد، او ماي جاد، الفاصوليا بتدوب بالتوم دوبان زي الزبده، اقسم بالله كتير نار. او ماي جاد نار، هي ما مستوي الفاصوليا، في منهم كتير كتير مستويين وفي منهم ما كتير مستويين، بس حرفيا بتجنن بتجنن، يعني بدها نتفة ملح. بس انا عارفاني يمكن ليش ما ملحوا، لانه في عالم ما بتحب الملح الزايد، فهذا الشيء برجع خيار للعالم اللي تشتري هذا الاكل، هي بتحط قد ما بدها. بس 10 من 10 كتير 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 زاكي. بعشق الفاصوليا البيضاء، نار اقسم بالله نار. لازم اوقف اكل انا عشان اجرب الاشياء التانية. خلص خلص. اسمع، اول طبق كان كتير 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 زاكي، ما بعرف لانه يمكن انا بحب الفاصوليا، بس الشبت يلي حاطينه بقلبه معطي طعمه هيك كتير كتير زاكي. يمكن احكي لامي بعد هذا الفيديو تصير تحط كمان بقلبه شبت، بلكي عجبهم ما بعرف. خلينا هلا نفوت على الطبق الثاني. الطبق الثاني اللي عندنا اياه كمان فاصوليا، بس هالمره فاصوليا خضراء مش فاصوليا بيضه مثل هذيك عريضه. ما لقيت انا صراحه شيء ثاني، كان في فلفل محشي كمان هيك، بابريكا محشيه، بس انا ما كتير بحب البابريكا، فلهيك قلت خليني اجيب اشياء انا بحس انه ممكن تعجبني او ممكن اكلها من برا. فخلينا نجرب هاي ونقول بسم الله. ما في ابدا لا لحمه ولا شيء، علشان ما تتوسوسوا وانا اتوسوس، بس فاصوليا عاديه مع مرقه بندوره هيك عريضه طابخينها، وحاطين فيها قطع بندوره بس يا دوب تبين، يعني كتير 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 صغيره، ما بعرف اذا شايفينها بس كتير صغيره. يلا بسم الله خلينا نجربها. هاي مش طيبه. لا
A few moments later. اسمعوا هاي مش صايبة ابدا، مش زاكي اقسم بالله. ما بعرف كيف اشرح لكم الطعمة، بس بتعرفوا البندورة لما تكون كتير 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 حامضة وما في ابدا ملح ولا في ابدا اي بهارات، مثل كأنه حاطينهم كل اشياء في بعضهم وطبخينهم بدون ما انه الواحد يدوق اذا هذا الشيء بده ملح او لا. فهيك طعمتها هاي بالضبط. ما حبيتها، ما بدي اجرب اكتر، بس فيني اجرب بس الصوص. او ماي جودنس، ابدا هاي صفر، مش زاكي ابدا. والفاصوليا الخضراء كتير مطبوخة لدرجة انه دايبة بتدوب بالتوم. انا بحب هاي الفاصوليا شوي تكون انه مطبوخة اوكي، بس تكون هيك شوي بتقرط عشان الواحد يحس حاله انه عم ياكل فاصوليا خضراء، بس هاي بتدوب يعني. لا لا I don't like it at all. لا الخضرة ما حبيتها، ما بعرف كم مرة حكيت هاي اشي بالفيديو، بس عن جد مش زاكي ابدا. ما بدي العب فيها بالبهارات، لانه انا حكيت انه رح اقيم اكلات السوبر ماركت، مش انه رح اجيب اقيم واظبط. فلهيك هديك بعطيه عن جد 0/10، لانه مش زاكي ابدا كتير. لا اما البيضة مليون، البيضة مرة نار. لا خلينا نجيب الملفوف يا جماعة نجربه، بس انا كتير خايفاني لانه شفتوا انتو كم مرة حكيت لكم، بس شفتوا هذا الاشي الابيض يلي كان عليه للوراء، يعني هذا من شو بيجي؟ دخيل الله عن جد من شو بيجي؟ كتير كان منظره حش النعمي، بس مش زاكي، مقزز. اوكي انا ما بعرف اذا رح تشوفوا. اوه ماي جود، لا شايفين هياتهم هدول الاشياء. اسمع رح احاول اخذ لفة يعني ورقة ما عليها ابدا هذا الشيء الابيض، وانا باي ذا واي سخنته كمان بالمايكروويف علشان قلت يمكن هذا يكون دهن، ممكن يدوب ممكن يتحول لزيت بس ما دب. فخليني اخذ مثلا هاي يلي هون. اوه فرطت، اوكي مش مشكلة، خلينا نقول بسم الله وندوقها. وبحس هاي كمان كبيرة، بس يلا. لا ما بعرف شو الغلط بالموضوع. بدي اي الرز كتير زاكية اللي بقلبها. الرز كتير 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 دايب، وهذا الاشي كتير بخلي الشي مختلف بهالوصفات يعني بالنسبة الي. بس الملفوف ما بعرف، الملفوف حامض، بعتقد حاطين عليه ليمون او هيك. اذا برجع اشتريها صراحة لا ما بعرف. هلأ طلع لنا الفصول الخضر مش كتير زاكي وهذا مش كتير زاكي، كنت متوقع صراحة اشي تاني، بس الرز اللي بقلبه طيب. اما الملفوف من برا كتير حامض وما منكه، يعني ما منكه ابدا. قديش بعطيه تقييم لهذا الطبق؟ ما بعرف 3/10، 2/10، حتى بحس انه كتير، يمكن بس عشان الرز لانه الرز تبلته كتير زاكي. بس الملفوف من برا كتير حامض، يعني يمكن نقعينهن بليمون قبل ما يلفوه ما بعرف، بس 2/10 بحس تقييم صراحة كتير 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 منيح. اوكي ما اخر طبق عنا يا لليوم، لانه انا هو بحياتي البيتوتية، يعني لما اكون بالبيت بكون هو المفضل، ورق العريش، ورق العنب اليالانجي اللي بدكن اياه، سموه اللي بدكن تسموه. هذا الطبق كتير كتير مميز بالنسبة لي، كتير بحب اكله، بستمتع وبحلى وبحس بالحب لما اكله. فخلينا هلا نجربه من برا ونشوف كمان اذا رح يطلع زاكي مثل ما بناكله بالبيت. بس لازم احكي لكم اشي صغير، انه كمان هذا الطبق الرز حرفيا شكله ما مستوي، لانه كتير كان شيء صعب اني اشك الشوكه بالورق. كمان عليه اشي ابيض شايفينه، يعني ما بعرف هذا الاشي الابيض صراحه شو، بس ان شاء الله بتمنى انه ما يكون شيء سيء. يعني ليكو دقيقه بدي اطلع لكم هاي عشان تشوفوا شو قصدي، ان شاء الله اقدر اطلع بس هلا ما تهرب مني. شايفين هاي النقطه يلي على الورقه؟ هيك هذا الاشي اللي عم بشرح لكم عنه، يعني شكله ابدا ما انه مشهي، بس الورق ما بتاكل بالشوكه، ونحن كمان لازم نتفق على هذا الشيء انه ابدا ما بتاكل بالشوكه. فرح ناخذ هلا هيك وحده مدلله، ان شاء الله ما يكون عليها اشي. لا عليها، بدي اشيله يا اخي. ماي جاد، ايش هاد ايش هاد يا عمي احمد ايش هاد. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول ان شاء الله يطلع زاكي، لانه مره نفسي بورق عنب هلا. بسم الله. اسمعوا في عندي كتير كومنتات، ما خليني اكلها لانه في كومنتات منيحه وفي كومنتات سيئه. اول شيء شوف كيف شكلها بيجي من جوا، عاديه. بدي احط لها شويه هاي المرقه اللي بتيجي معاها، بحس مع دبس رمان بتطلع عن جد خرافيه. وليمون فيها شيء كتير زاكي. دقيقة اسمع علي، هلا جنى بدي تعطي الكومنت تبعونا حياتي. اسمع تابلة الرز مرة مرة خرافية، اقسم بالله كتير 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 زاكي، حاطين فيها شبت وهذا الشيء الواحد بيقدر يستطعم فيه بطريقة مو طبيعية. ما بعرف طلعت انا بحب الشبت ومش عارفان، يعني ما بنستخدمه كتير باكلنا بالبيت، بس حرفيا كتير عم بطلع زاكي بهذا الاكل يلي انا هلا عم باكله من برا. بعطيه 7/10، بحس انه تقييم منيح لانه هو حرفيا ما انه كتير 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 سيء. اذا طبخناه نتفه صغيرة على الغاز، بس حرفيا نحن هيك ما بنكون عم نقيم، نحن بنكون عم نظبط الاكل تبع السوبر ماركت. بستوي شوي بتحطه على دبس رمان وبطلع كتير زاكي صراحة. شايفين كيف الورقة ما مستوية؟ بالعادة هي هيك ما بتمط. اوه ماي جاد، شوف قديش في ورق من جوا.
اوكي هذا الطبق بعطيه 7/10. بحس انه تقييم منيح يعني. صراحة هذا الفيديو ما توقعت انه ينتهي هيك، توقعت انه ينتهي بأسوأ من هيك، بس طلع انه اوكي صح. لشو رجعت جنى يا ترى؟ للفصول البيض، لانه حرفيا اسكى شيء وكثير كثير كثير زاكي، يعني مثل كأني عم باكله من البيت بس اسكى بشوي. مش عم بشكك بقدرات ماما بالطبخ، بس حرفيا زاكي. بتوقع اني اصير اشتريها مرات واكله مع رز بالبيت اذا كان جعبالي، عرفتوا الاكله. ف او ماي جاد، هاي توب 1 عندنا بالفيديو، اسكى اكله الفصول البيض العارضه. جربوها من برا صراحه، هاي بقدر انصحكم فيها. وبس والله يا قلبي، انتم هيك بنكون وصلنا نهايه الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، واكتبوا لي بالكومنت سيكشن اذا انتم جربتوا شي مره تشتروا اكل جاهز من السوبر ماركت وتاكلوه بالبيت، وشو كان رايكم فيه. واكتبوا لي كمان اذا حابين واذا سمحتوا لي اكيد تحت افكار فيديوهات حابين اني اصور لكم اياها. وهيك بنكون وصلنا نهايه الفيديو. لا تنسوا تعملوا اهم شيء اللي هو انكم تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله بالوقت اللي بنزله فيه. واكيد اكيد اكيد لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، سناب شات، وتيك توك. كل الحسابات حطيتها هون قدامكم على الشاشه، وعلشان ما تدوروا كتير الروابط موجوده بصندوق الوصف. انا بحبكم قد الدنيا، وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي يا قلبي انتو.